زيارة حظيت باهتمام سوري وإقليمي على حد سواء لما تحمله من تبعات. بعد أن حط رحاله في العاصمة دمشق، وقع وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي اتفاقية تعاون مع نظيره السوري علي عبد الله أيوب. الطرفان أكدا أن الاتفاقية تهدف لإعادة بناء القوات المسلحة السورية وتطوير صناعتها العسكرية الدفاعية. حاتمي الذي يمكث هنا ليومين قال إن الاتفاقية تسمح بمواصلة التواجد والمشاركة الإيرانية في سوريا. التواجد، هذه الكلمة وحدها تصنع هاجسا لدول في المنطقة من بينها إسرائيل، الأخيرة لطالما شددت على رفضها تحويل سوريا إلى ما تعتبره قاعدة عسكرية إيرانية تهدد أمنها. إيران ليست لديها أي نية للخروج من سوريا، نحن نشهد نوعا من التصعيد. في حال لم تخرج إيران من سوريا وفي حال استمرت في تعاونها العسكري معها، وإذا ما بقيت تعارض مواقف روسيا ومقترحات ترامب حول انسحابها من هناك، سنكون تقريبا أمام حرب. تأتي هذه الاتفاقية الأخيرة بمثابة رد على المساعي الأمريكية لإخراج إيران من سوريا، وهو ما أكد عليه في القمة التي جمعت الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي. قد يبحث الموضوع ذاته ضمن جملة القضايا المتعلقة بشأن السوري خلال أعمال القمة المزمع في 7 أيلول سبتمبر بطهران، قمة تجمع رؤساء روسيا وإيران وتركيا للحديث حول الأوضاع في سوريا عموما ومحافظة إدلب خصوصا، المعقل الأخير للمعارضة المسلحة في سوريا.